بتحب اخوه الصغير اكتر، وعلشان كده الكبير بقى غيره بيحاول يقرب من امه، بس هي مش هتتغير. كلام هنا مع السيدة ليلى العطار، ام الفنانين احمد فهمي وكريم فهمي، وبتعمل ايه عن غيرة الاخوات اللي بقت ظاهرة قوي في عالم. يا ترى ايه سر غيرة الاخوات من بعض؟ ايه حكاية احمد فهمي وكريم اخوه مع غيرتهم؟ وليه الام كريم اكتر؟ وازاي احمد حاول يقرب من امه ليلى؟ حكايات واسرار كتير ورا الحلقة دي هنعرفها في الفيديو ده. أحمد وكريم أكتر اتنين إخوات مرتبطين ببعض في العيلة، العيلة كلها مترابطة، وعشان كده لما يحصل مناسبة الناس بتستغرب، وفي كلام بقى كتير جدا، مش عايز أفلام، لكن برضه ما يمنعش إن في شوية سسبنس كده يظهروا لما واحد من الاتنين الإخوات يكشف عن الغيرة اللي جواه. طبعا بيلاحظ ظروفهم عاملة، أوقات الأم بتكون ميالة إنها تحب الابن التاني مش الأولاني، ورغم إن الفرق بين أحمد بس، لكن ليلى العطار اكتشفت على ايد انها احمد اللي قال انها بتحب كريم اكتر منه، وده اللي عيب من المفاجأة. ورغم ان كريم كان مستغرب تقول الله ايه ده يا كريم، عملت كل ده امتى وايه المفاجأة الحلوة دي؟ وطبعا احمد كان بيسمع من مامته وهو بيدخل يقول لها كريم برضه، هو انا مهما عملت فلك ايه كريم يا ماما، كريم مين هو؟ فالام ليلى العطار بتتجسس بس بتحضن احمد ابنها، بتقول له انها بتحبه برضه، بس واضح ان كريم عندها محبة تانية. ونقول لكم ليه دلوقتي، احمد بيقولها واي حاجه ولا وسيم ما يجيش منه، بس فرقت منها الهديه، كانت حته رعب كده من بتوع احمد. الام فرحت بالهديه، بس لما جابت سيره البنات ظهرت غيره احمد فهمي كريم شويه، وقال لها برضو البنات تقولوا ايه دول حبايبك دول؟ قال لها البنات عادي. كريم فهمي بصف متعلق بمامته، هي طبعا ربتهم كلهم كويس وكل حاجه وبتحبهم زي بعض، كريم متعلق بيها جدا، وهو قال ده قبل كده في مقابلة ليه، وعلى طول بيتكلم عنها على حساباته على السوشيال ميديا. وده عكس أخوه أحمد، مش معنى كده إن أحمد مش بيحبها، ده بيدور هو على علاقته كويسة، التعلق الأكتر من ناحية كريم ومامته والعكس. أحمد بيحاول من وقت للتاني يظهر لمامته إن هو بيحبها، وبيجيب لها هدايا، رغم إحساسه إنها بتحب كريم أكتر منه، لكن هو قالها صريحة كده، أنا هفضل أحبك يا أمي حتى لو فضلت تحبي كريم أكتر مني. وواضح كمان إنها بتجيب لكريم هدايا وحاجات أكتر من أحمد، وده كان واضح لما أحمد جاب لها هدية وعجبتها، قام هزر معاها وقال لها بيعيها بقى وهاتي حاجة حلوة لكريم. الكلام اللي بنحكي فيه ده ظهر لما كبروا شوية، بس أحمد وكريم وهم أطفال صغيرين كانت المعاملة من مامتهم واحدة للاتنين، الاتنين كانوا بيلعبوا سباحة لدرجة إن كريم بدأ يعوم وهو عنده 2 ونص، والاتنين فضلوا سوا في السباحة لحد 7 سنين، وبعدها كملوا هما الاتنين في الكورة، أحمد طايش شوية وده باعترافه، وكريم هو الأعقل منه، ربنا يديم محبة الإخوات ما بينهم وتفضل عيلتهم مستقرة وفي ترابط على طول. قولوا لنا بقى، شايفين إن أحمد فهمي فعلا بيغير من كريم وممكن يشدوا مع بعض بسبب الموضوع؟